وبركاته. درسنا اليوم في مادة الجغرافيا بعنوان خريطة العالم المسطحة. سنحاول من خلاله أن نتعرف خريطة العالم ونحدد موقع المغرب بالنسبة لمحيطه القاري، ونتعلم كيف نرسم إطار خريطة ونبين حدود المغرب. إذن أول نشاط سنبدأ به هو تعرف خريطة العالم، أو نتعرف مفهوم الخريطة أولا. الخريطة هي وثيقة إما ورقية أو بلاستيكية تمكنني من معرفة توزيع القارات والمحيطات وتحديد موقع بلاد المغرب بالنسبة لهاته القارات وهاته المحيطات. إذن تتكون خريطة العالم من مجموعة من القارات، أو من 7 قارات على وجه التحديد، وهي القارة الأسيوية التي تعتبر أكبر القارات وأقدمها، تبلغ مساحتها حوالي 44 مليون كيلومتر مربع. ثم تليها القارة الأمريكية التي تنقسم بدورها إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتأتي إفريقيا في المرتبة الثالثة. دائما نصنف على حسب المساحة، ويوجد أمامكم الجدول الذي يبين مساحة كل قارة على حدة، وكذلك عدد السكان بالمليون نسمة. ثم بعد ذلك تأتي قارة أوروبا وقارة أوقيانيا أو قارة أستراليا. لكن هناك من يحدد عدد القارات في 7 قارات بإضافة قارة القطب المتجمد الشمالي والجنوبي. أما بالنسبة للمحيطات فهي كالتالي: المحيط الأطلسي، والمحيط الهادي، والمحيط الهندي، والمحيط المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي. ويعتبر المحيط المتجمد الشمالي من أصغر المحيطات. إذن هذه هي القارات والمحيطات التي يتكون منها العالم. أما بالنسبة لموقع المغرب في إفريقيا، فنعرف أن المغرب يوجد في القارة الإفريقية، يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط، وتحده جنوبا موريتانيا والجزائر شرقا، وغربا يحده المحيط الأطلسي. هذا بالنسبة لموقع المغرب في القارة الإفريقية. وهذا الموقع المغربي المتميز مكنه من ربط ونسج علاقات سواء بالنسبة للقارة الأوروبية أو بالنسبة للقارة الإفريقية كذلك، خصوصا وأنه يطل على واجهتين بحريتين مكنته من الانفتاح على القارة الأوروبية ولقربه منها، إذ أن ما يفصلنا عن القارة الأوروبية هو مضيق جبل طارق، وهذا الاقتراب أو هذا الاقتراب بين القارتين مكن من تبادل تجاري وثقافي مهم جدا. هذا فيما يخص موقع المغرب بالنسبة لقارة إفريقيا. وبالنسبة لعلاقته بالدول الإفريقية، أصبح المغرب ينهج سياسة الجنوب جنوب، وذلك بخلق علاقة وطيدة مع دول القارة الإفريقية ومحاولة اقتسام التجارب سواء الاقتصادية أو الفلاحية أو وما إلى ذلك مع هذه الدول. إذن يبقى الموقع المتميز للمغرب وموقعه الاستراتيجي هو ما مكنه من ربط علاقات وإرساء دعائم مع باقي دول الجوار في مجمل المجالات لخلق تنمية مستدامة. أما بالنسبة للمحور الثالث، وهو رسم خريطة المغرب وإبراز إمكانية انفتاحه على كيانات أخرى، وهذا ما شرحناه بالنسبة لموقعه الذي مكنه من الانفتاح سواء على القارة الإفريقية بدولها أو على القارة
الأوروبية. لاحظوا معي هذه الوثيقة التي تبين لنا إطار نرسم من خلاله موقع المغرب متبعين تقنية الرسم بالمربعات. ثم لدينا هذا النص الذي يشير إلى أن التوجه الحالي للمغرب هو نحو إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى نحو إفريقيا، خصوصا أنبوب الغاز الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب مرورا بالعديد من الدول، وبناء مركبات لإنتاج الأسمدة وما إلى ذلك. وفي أسفل الصفحة هناك خريطة تبين لنا قارة إفريقيا بمجموع الدول التي تنتمي لهذه القارة. إذن هذا هو درسنا اليوم والذي يخص خريطة العالم المسطحة.